بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه. هذا في ذكر بعض صفات العلم الغير نافع، وهو أن هناك من الناس من يظن بأنه عندما صار يتكلم بأمثال هذا الكلام ويتشقق به ويظن بأن له رتبة ومنزلة أعلى من منازل من قبله من أهل العلم، بل ربما رأى بأن ما فتح عليه من هذا الأمر أنه كرامة من الكرامات لما اختصه الله عز وجل عليه بالنعمة، وما علم أن من كان قبله أفضل منه وأقرب إلى الله عز وجل منه وأقدر على الكلام والفصاحة والإفصاح منه، ولكنهم سكتوا عن علم وأقلوا الكلام عن فهم وتركوا الخوض فيما لا شأن لهم به عن حكمة وورع. قال رحمه الله تعالى: وأزرع عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين، يعني أزرع على من كان قبله من أهل العلم بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله عز وجل، أي أن قلة كلام السلف لم يكن لجهل قد وصفوا به أو لقصور علم، وإنما كان عن علم ومع خشية وورع. قال: ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، لأنهم هم أهل اللغة وأقرب الناس إلى أهل اللغة، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. العي كما تقدم معناه هو العجز عن التعبير، والبكم الذي لا يتكلم بالكلية أبكم. وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء. هكذا شأن السلف، يزري المرء بنفسه، وهذا الإزراء يحمد في عموم الحال إلا أن يخشى على نفسه من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، فيذكر ما عنده من محاسن ونعمة الله عز وجل عليه، وأنه مقبل على رب كريم، وأن الله غفور رحيم، وأن معه التوحيد ومعه الصلاة، فيعالج ما وقع في قلبه من نقص الرجاء بما عنده من أعمال صالحة. وإلا فالأصل أنه يزري بنفسه وأنه مقصر وأنه مفرط. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله تعالى برحمته. ومع ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من عمل ومن قربة ومنزلة عليا عند ربه عز وجل، إلا أنه كان شديد الخوف، كثير الاستغفار، كثير العبادة لله عز وجل. وهذا يدل على أن العبد لا ينبغي أن يغتر بما عنده من عمل صالح، وإنما يزري بنفسه ويتهم نفسه بالتقصير والتفريط. قال: إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، خرجه أبو نعيم وغيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء معلوم معناه، والعي كما تقدم معنا هو العجز أو التقصير في الكلام أو قلة الكلام بالأصح، والبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. إذا رأيت الرجل بذيئا سليط لسان فاعلم بأن هذا من شعب النفاق. كذلك البيان، والمراد بذلك البيان الذي محله محل ذم، وهو المبالغة في التشدق والتفيهق والتخلل باللسان، كما تتخلل البقرة بلسانها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شأن أهل النفاق. وذلك الله تعالى يقول: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لما عندهم من فصاحة
وما عندهم من أساليب، ولكنه والعياذ بالله على غير هدى. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه، وخرج ابن حبان بحبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق. هكذا تقدم معنا بأن البيان المراد به إبانة المراد في الصدور وما فهمت من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استبان الأمر قف وكف واكتفي بما بينت. أما التشدق والتفيهق والتحذلق والتفنن في العبارات وما شابه ذلك، يخشى أن يكون هذا من أساليب أهل الباطن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الكهان. قال: ولكن البيان، وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام ولكن من سفها الحق. هذا تفسير آخر لمعنى العي، وإن كان العي يراد به قلة الكلام وأيضا العجز عن الكلام. وكذلك من العي ألا يتكلم فيما فيه سفاهة، هذا هو العي بمعنى العي المحمود، الذي يعني الذي يمتنع عن الكلام الذي فيه سفاهة. أما الذي يتكلم بما فيه خير منفعة فإن هذا يكون محله محل حمد. قال: وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة. أي أن الناس إذا رأوه في الدنيا انتقصوه، وفي الحقيقة هو في الآخرة بها سابق. ما هي؟ ما هو أعظم من ذلك؟ قال: الرحم والحياء وعي اللسان. أي أن صلة الرحم وكذلك الحياء وعي اللسان هذه كلها من التي ربما ينتقص العبد بها في الدنيا، ويرون بأنه مقصر. يعني صلة الرحم إذا وصلها مهما أوذي ومهما عودي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل. هو الغير يرى بأنها منقصة وأنها ضعف، وفي الحقيقة هي رفعة بإذن الله تعالى عند الله عز وجل. وكذلك الحياة، المراد بالحياة الانكسار وعدم التطاول وعدم الجرأة وعدم التجاسر، وإنما يستحي. وهذا شأن أهل الفضل وأهل النبل، فيهم حياء، ولكن ليس المراد بالحياء هنا الضعف والخور والتقصير عن القيام بأمر الله عز وجل، فإن هذا ليس بالحياء المحمود، بل هذا خور وضعف كما قاله أهل العلم. وإنما المراد بالحياء الذي يحجز الإنسان عن الوقوع في المعاصي أو في حمى المعاصي وما يؤدي إليها. وكذلك عي اللسان أي قلة الكلام. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل. عي اللسان بمعنى قلة ما يصدر عن اللسان، أما القلب فأطلق له السراح بيكون متأملا متفكرا متذكرا لله عز وجل. وكذلك العمل أطلق له العنان ليكون عابدا زاهدا تقيا مصليا صائما، كل ما يتيسر له من الأعمال الصالحة. وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من حديث من وجه ضعيف. قال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم. أي أن كان من شأن بعض السلف يحضر المجلس ولا يتكلم، ويظنون بأن فيه مشكلة وأنه يعاني من شيء وعجز الكلام، وفي الحقيقة ليس فيه إلا العافية، وإنما هو فقيه مسلم وامتنع عن الكلام ورعا وخشية. قال: فمن عرف قدرة سلفي عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. أي أنهم كانوا على منهج قصد، على منهج عدل، على منهج مستقيم، سواء كان في العقائد أو في الفقه والأحكام أو في الزهد والسلوك، كلهم كانوا على منهج واحد عليهم رحمة الله عز وجل. ولذلك كان أكثر كلام السلف جملة، كلها جمل وكلمات وألفاظ قد تكون قصيرة. يعني عندما يأتي أثر عن حسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب، جملة يؤخذ منها عشرات الدروس
في حقيقة الإيمان، لها ارتباط بالسلوك، لها ارتباط بالعقائد، لها ارتباط بالقيام بالعبادات والامتثال بها، فهي جملة عظيمة هدي لها مثل هذا الإيمان، لأن هذا هو شأن السلف. كانوا يقلون الكلام ولكنه مع قلته يحوي ويضم المعاني الغزيرة. قال رحمه الله تعالى: فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية الملقب بالذكي، إياس بن معاوية ترجمته حافلة، وعنده من عجائب الذكاء الشيء الكبير، قال رحمه الله تعالى: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. لأن المؤلف هنا قسم الناس إلى قسمين، فقال: فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا، أي أنه من كان أكثر كلام ولكنه معترف لنفسه بالقصور، هذا كان حاله كذلك من يعني قريب من شأن السلف وإن كان مقصرا. لكن العيب والبلاء، كل البلاء، هو الذي يدعي لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة: ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس. يعني هذا فيه تصحيح للنية، أولا أن تنظر ما الذي يرضي ربي عنك، لتكون الغاية كما تقدم معنا القصد، كيف أرضيك يا الله؟ ترضي الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فلا بد أن تبحث عما يرضي الله عز وجل عنك. أما الذي يطلب رضا الناس وأن يكون عالما في أعين الناس ويكسب مدايح الناس، هذا هو الذي محل ذم. دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب ابن ورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. نعوذ بالله من حال هؤلاء القوم الذين يظنون بأنهم قد علموا وأنهم قد بلغوا الرتب العلية وهو عند الله تعالى من الجهال. وكما تقدم معنا أن العلم والجهل نقيضان، ولكن يجتمعان إذا تباين المراد. فكم من عالم باللسان ودقائق اللغة وعجائب العلوم، لكنه جاهل في حق الله عز وجل، جاهل بما ينبغي أن يسعى به إلى الدار الآخرة. ولذلك الله عز وجل وصف المشركين بالجهل، ووصف أزمانهم بالجاهلية، ومع أنهم كان عندهم علوم وعندهم فهوم وعندهم معارف، ولكن لم تعتبر هذه المعارف بعين الاعتبار، لأنها وإن كانت علوما فيما بينهم، ولكن الذي بينه وبين الله الله عز وجل كله جهل إلى أدنى مراتب الحماقة، كما ذكر بعض الأئمة بعض التابعين عندما قال: كنا إذا نزلنا بأرض، هو مخضرم أبو رجاء العطاردي، قال: كنا إذا نزلنا بأرض جمعنا أربعة أحجار، ثلاثة منها جعلناها أثاث للقدر، وواحد عبدناه من دون الله عز وجل، وإذا ارتحلنا قمنا وتركناه، وإذا لم نجد أحجارا جمعنا كثيبا من الرمل أو حفنة من الرمل وحلبنا عليها الشاة ثم عبدناها من دون الله عز وجل ثم قمنا. انظر هؤلاء الأشاوس، انظر إلى هؤلاء فطاحلة العرب وأذكياء العرب، وعندهم علوم وعندهم فهوم وعندهم شجاعة، مع ذلك يعبدون حجرا، يعبدون كثيبا من الرمل حلبت عليه الشاة. هذا جهل في حق الله عز وجل، وجهل بالدار الآخرة. فدل ذلك على أن هناك من الناس كثير من ربما وصفوا بالعلم عند الخلق ولكنهم عند الله عز وجل من الجاهلين. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم في من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم ويقال له قد قيل، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقي في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس
حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء، بمعنى أن هناك من الناس ومن ربما يتزلف بعلمه ويتكسب به لكي يلي على الناس ويفصل بين الناس ومطالبه دنيوية محضة، قال ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، لأن هناك من الناس من ربما يطلب العلم لكي يلي المناصب والرتب ويقضي في الحلال والحرام والفروج والدماء، فهذا تجاوز القضية قضية علم وفتوى وتحليل وتحريم إلى قضية حكم، فيقع في الظلم ويقع في ربما اعتدى على أموال الخلق وربما سفك الدماء بغير حق وربما أضر بخلق كثير، فهذا ينتقل من زمرة الجهلة إلى زمرة أو زمر الظلم والعياذ بالله. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع، أي من صبر وتصبر فإن الصبر ينفعه ويفيده ولو كان الشيء القليل. وأما الجزع فإنه لو كان في حياته أقل الجزع فإنه لن يتمتع بحياته. وكان إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب. كما تقدم أن من ضل من هذه الأمة من أهل العلم ففيهم شبه باليهود، لأنهم يعلمون ولا يعملون. ومن ضل من هذه الأمة من العباد فيه شبه من النصارى، لأنهم يعملون بلا علم. قال رحمه الله تعالى: ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم، ميثاق العلم، ميثاق العمل بالعلم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه، بعد أن أخذت عليهم موافيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين عندما حرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا كله من نتاج قسوة القلوب، أنها تحملهم على تحريف الكلمة عن مواضعه، وكذلك نسيان ما عندهم من علم. إحداهما تحريف الكلمة من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه والعياذ بالله. وهذا واقع في أهل البدع، فإن أهل البدع إذا ضلوا وزلوا وانحرفوا عن السبيل وقعوا في هاتين الآفتين: إحداهما تحريف الكلمة عن مواضعه لكي تمشي على أهوائهم وتنتصر آراؤهم وما يذهبون إليه، ثم إذا اتجهوا إلى تحريف الكلمة عن مواضعه نسوا حظا مما ذكروا به، فيتركون الآيات التي تخالف مذهبهم، لا ينشرونها ولا يؤيدونها ولا يقرونها، ويطمس الله عز وجل على قلوبهم فلا يعودون إليها. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا بمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها،
كل ذلك انتصارا لهواه، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة، من حملها اللطيفة المراد بها الدقيقة الخفية، من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا أو حشويا. هذا الكلام كأنه يتكلم عما يقع في زماننا اليوم. هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يأتون عند النص الذي الاحتمال لما يوافق أهواءهم يكون بعيدا بشتى أنواع المجازات ودلالات الألفاظ، فيحملون النص عليه ويتركون النص الواضح البين الذي يخالف أهواءهم. وربما طعنوا في الذي يأتي بالسنن، يطعنون فيه ويذمونه ويرون بأنه خلفيا، ويرون بأنه جاهلا وحشويا وظلاميا وغير ذلك من الألقاب التي يتخذها هؤلاء الضلال للطعن في الحق وأهله. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات، ومن سار على نهجهم من أهل الاعتزال وبعض المناهج المحدثة اليوم كلهم يسيرون على نفس طرائقهم، وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه، من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه، ويسمونه قاصا. بعض الناس كذلك يذمون من يتجه إلى تهذيب النفس والعناية بالروح، ويرون بأن هذا أيضا من مواطن الانتقاص. والقصاص على ضربين، والقصص على ضربين، القصص الذي بعيد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأكاذيب والصرف عن الحق، هذا قصص مذموم. وأما القصص الذي فيه ترقيق القلوب وعدم الكذب وسوق الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا قصص محمود، والقرآن مليء بذلك من القصص، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وبرأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، نسأل الله السلام والعافية. دل ذلك على أنهم ينتقصون من فقه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما من اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه هو الذي يستحق أن يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. وهذا واقع حتى في بعض أتباع المذاهب، فالذي يعرف الوجوه والفروع والتخريجات المذهب وما هو الراجح في المذهب والمشهور في المذهب، هذا عندهم هو العالم. وأما الذي وهو عندهم الذي يستحق القضاء وأن يلي المناصب، وأما الذي ليس معه إلا الحديث والأثر والوصول للحكم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، فإنهم لا يعدونه من العلماء. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، نسأل الله السلام والعافية، لكي يستأثروا بالرتب والمناصب والشهرة، وأنهم هم حملة العلم دون غيرهم. ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزم الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. الحيل من أكبر السبل التي من خلالها تعطل نصوص الكتاب والسنة وتنتهك المحرمات، نسأل الله السلام والعافية. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان من أصول دعوته محاربة الحيل ومن يأتي بها، قال: وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يسأل الأخ يقول: من عرف في نفسه عيب معين كان يكون كثير الكلام أو مجادل أو غيره من العيوب، هذه أمور عارضة وأخلاق يتطبع بها الإنسان سلبا وإيجابا،
ويستعين بالله عز وجل أول، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى، ثم كذلك يبدأ بتدريب النفس وتعليمها، إن كان الأمر أمرا سيئا يتدرج في حبس النفس عنه ويعوضها بما هو خير، وإن كان أمرا طيبا يواظب عليه ويكثر منه حتى يكون الأمر معتاد عليه. يقول بعض طلبة العلم نجد عندهم بعض العيوب الظاهرة كالسخرية والاستهزاء بالآخرين، فإذا تم مناصحته يتعذر أنه تطبع على هذا الأمر فمن توجيهكم. الأمر ليس على الإطلاق، إذا كان الأمر حرام يجب الإقلاع حتى لو تطبع، أما إذا كان الأمر ما يعني لا يصل إلى درجة الحرمة ولكن يستقبح من طالب العلم، هذا يذكر ويوعظ وينصح، ولعله مع الزمان يتغير. وهناك من السلف من قال أن لما مزح معه كأنه عابوا عليه ذلك، أو أخبر عن نفسه بأنهم كانوا ربما ضحكوا واستهزأوا وحصل منهم بعض الأمور التي هي دون كمال العقل، ثم يقول لما طلبنا العلم يعني تركنا هذه الأمور. أشك أن الإنسان يمر بمراحل، مراحل من يكون أمر شخصا عاديا لا يقتدى به ولا يؤتسى، فمثل هذا أمره أسهل من الذي يقتدى به ويؤتسى، أو أيضا الموطن المناسب من عدمه وهكذا.